السلام عليكم. هيك من وقت فيك يا رجل؟ والله راحت على البيت. ايه بدنا من وقت فيك؟ يلا ان شاء الله بكره باذن الله. السلام عليكم. اوه منين اجاني هاد؟ لا انا راي ولا انا نجي. وينك يا رجل؟ كم مره بدنا ندق لك؟ ودق على الموعد لا انا راي ولا انا جاي. هذه يا اصدقاء للاسف من علامات المنافق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايات المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا قال ان شاء الله لم يخلف. وقال الامام احمد: سئل كيف تعرف الكذابين؟ قال بمواعدهم. قال أبو تمام في بيت الشعر: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجبه، أو ألا فقل لا تسترح وترح بها لكي لا يقول الناس عنك كاذب. والله أثنى على نبي من الأنبياء: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال الإمام القرطبي رحمه الله عند هذه الآية من أخلاق الأنبياء والمرسلين: واحرص أخي المسلم على ألا تكون عندك هذه الصفة السيئة وهذا الخلق الذميم. سجيل المستقبل الخاصة، تعليم خلاق نحو غد مشرق.